سوق الزمن أو بيروت تايم بوكس، وهو عبارة عن مشوار للعودة بالزمن إلى أوائل القرن العشرين لاختبار شوارع المدينة في تلك الحقبة من الزمن. هذا الأمر أصبح ممكن من خلال صناديق زمنية موجودة في هذه الشوارع، حيث يمكن التعرف من خلالها إلى الهندسة المعمارية بدءا من العام 1915. دراجا غفاري والتفاصيل. تايم بوكس بيروت هو عبارة عن ستيريوسكوب. هذا ستيريوسكوب يحمل صورتين عن نفس المشهد، وهذا المشهد هو عبارة عن المشهد اللي عم نشوفه قدامنا، بس من 100 سنة تصورت الصورة. تايم بوكس أو صندوق الزمن مشروع للأخوين رزان ولطفي الصلاح، يجول بك في رحلة صورية عبر شوارع العاصمة بيروت، حيث تصادف صناديق زمنية صغيرة عصرية وشفافة. يحتوي كل صندوق منها على صورة ستيريوغرافية التقطت في أوائل القرن العشرين، وهي صورة ثلاثية الأبعاد للمكان نفسه حيث ثبت الصندوق. نحن هلأ بشارع فوش، وهون موجود تايم بوكس أو صندوق الزمن، هو واحد من 10 مواقع ببيروت موجودين. أهمية وجود صندوق الزمن بالشارع بتوقع بالإنتنشن تبعنا إنه المرة تختبر بيروت ب 1915 أو بيروت من 100 سنة بطريقة مكانية ومش بس زمنية. انطلقنا مع صاحبة الفكرة في نزهة سير للصناديق الزمنية في بيروت لنتلمس الاختبار الذي أراده كل من الأخوين، فالنظر إلى داخل الصندوق هي متعة تجعلك معلقاً ما بين الصورة والواقع، ما بين الماضي والحاضر، لتترك انطباعاً حياً وملموساً نتيجة الصورة ثلاثية الأبعاد التي تضفي مفهوماً آخر مكانياً وزمنياً. لما نتطلع على جوا تايم بوكس منلاحظ إنه في عنصر مطابق بين الصورة اللي عمرها 100 سنة وبين الحقيقة اللي هو هذا العمود الكبير. بس شو اللي تغير؟ يعني تغير فعلياً، تغيرت هي ملكيتنا للشارع. نحن شو بنعمل بالشارع؟ إذا بنطلع هون مثلاً، أول شيء في عنا الببليك ترانسبورتيشن أو الترامواي، هاي أول ملكية فقدناها. تاني شيء منلاقي في ناس عم يمشوا بالشارع، بطلنا نحن عم نمشي بالشارع، هاي كمان فقدناها. يعني تايم بوكس كمان بيعزز هيدا الشيء، إنه بتخلي العالم ينزلوا على الشارع ويتطلعوا ويمشوا فيه. هو درب أشبه بلعبة فكرية في خضم صخب المدينة وضوضائها، لحث الناس على إعادة النظر في علاقتهم بالأمكنة وبالصورة. ليست دعوة إلى النوستالجيا والحنين المستهلك في أيامنا هذه، كلا، إنما رسالة فنية عبر تجهيز هادف إلى التعمق في رؤيتنا لمساحات بيروت العامة واختبار تبدل شوارعها والتغيرات التي طرأت عليها منذ حوالي القرن. إنه سفر عبر الزمن، إنها بيروت بين زمنين ومكانين. دراجا غفاري لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت.